لسه مكملين كلامنا في تايم لايف، وكل مستعد، الكل عايز يشوف استعدادات منتخبنا الوطني طبعا قبل لقاء السبت امام جنوب افريقيا. هنطير سريعا لمقر بعثه منتخبنا الوطني مع زميلنا خالد رزق عشان يقول لنا اخر التفاصيل ايه، وفي ضيافته طبعا كابتن احمد ناجي محور الاحداث داخل منتخبنا الوطني بعد اصابه جنش وتالق محمد الشناوي. اليك الكلمه خالد، اتفضل. تحياتي ليك زميلي يحيى حمزه، وتحياتي لمشاهدي قناه تايم سبورتس في كل مكان من داخل فندق اقامه منتخبنا الوطني. واجواء كتير عن منتخبنا الوطني، ولكن هبدا عن بعد تحديد منتخب جنوب افريقيا في مواجهه منتخب مصر في دور 16، ونعرف تفاصيل اكتر من خلال كابتن احمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخبنا الوطني. كابتن احمد ناجي، برحب بيك على تايم سبورتس، واكيد خلاص بعد تحديد جنوب افريقيا في مواجهه منتخب مصر، شايف المباراه تبقى ازاي؟ بسلم على يحيى طبعا في الاول، و بقول طبعا ان احنا كنا مستنين يا جنوب افريقيا يا كينيا انجولا. امبارح المباريات خلصت وتحدد خلاص المنتخب الجنوب افريقيا ومنتخب بيلعب كره حلوه وكره اوروبيه، يعني ما فيهاش العنف بتاع اوغندا ولا الفرق اللي ابناء ولا الكونغو، الفرق اللي ابناء قبل كده يعني، لكن فرقه كويسه. واحنا طبعا الفريق اللي بيلعب على انه يحقق بطوله لازم يكون مستعد لكل المنافسين يعني. طيب يعني كابتن احمد ناجي، عايزين بقى من الكواليس من داخل المنتخب نفسه بعد تحديد منتخب جنوب افريقيا، كان ايه الكلام اللي دار بين الجهاز الفني بين اللاعبين؟ استشفيت ايه من على وجوه اللاعبين بعد معرفه ان جنوب افريقيا اللي هتلعبهم؟ زي ما بقول لك كده، هم مستعدين لاي منافس بحيث نحقق البطوله في الاخر. دايما احنا مدينهم يعني راجعنا كل الفرق واتفرجنا على كل الفرق حتى قبل البطولة، يعني قبل البطولة كان شغلنا على 23 فريق اللي معانا في البطولة. هل هيكون في اجتماع باللاعبين؟ هيكون في متابعة مرة أخرى لمنتخب جنوب أفريقيا في المباراة الأخيرة لمعرفة نقطة الضعف والقوة عند منتخب جنوب أفريقيا؟ طبعا في الجوري المحلل الفني بيجهز المباراة، بيجهز نقطة الضعف ونقطة القوة، بيجهز كل حاجات دي. المستر خفير الجيري، المستر خفير بيبقى في اجتماع قبل المباراه، اللعيبه بتشوف المباراه قبل ما تلعبها يعني، بيقعدوا بنتكلم وبنكلم معاهم، وان شاء الله باذن الله يكون عنده حسن ظننا وعنده حسن ظن شعب مصر كله ان شاء الله. ان شاء الله. هنتكلم بقى عن مران الامس، كان في تواجد وفي ظهر نجوم في حراسه المرمى احمد الشناوي ومحمد الشناوي، كان في منافسه كبيره بينهم امبارح، كان في تدريب على ركلات الجزاء تحسبا في الادوار القادمه باذن الله. شفت امبارح المنافسه بينهم ازاي؟ لا، الاولاد مركزين جدا الحمد لله في التمرين، وزي ما انت شفت امبارح كانوا متالقين يعني في ضربات الجزاء. هم في عندهم الميزه دي موجوده عندهم، ان شاء الله ما نوصلش لضربات الجزاء ان شاء الله، ونكسب قبل ما تيجي ضربات الجزاء ان شاء الله. ايه التعليمات اللي هتوجهها لحراس المرمى قبل مباراه جنوب افريقيا؟ خلاص القادم كله في دور 16 او فيما بعد ان شاء الله، هيكون المغلوب اكيد هيخرج من البطوله، ايه ابرز التعليمات اللي هتوجهها لهم؟ احنا بنتكلم دايما في شغلنا ككل يعني، مش شغل المباراه، لكن شغل المباراه زي كل المباريات. بندي يعني زي تعليمات للمباراه نفسها، طريقه اللعب، التكتكس اللي هيلعب بيه مستر خفير، بيتبعه شغل الحارس المرمى بيشتغل عليه، بينفذ التعليمات. اذا كنا الفرقه تلعب مثلا في الزون عندها، هنبدا من تحت، اذا كانت هتبقى برس من اول الملعب هيبقى بنتصرف ازاي، مين اللي هيبقى ياخد الباص بتاع الحارس، ومين اللي هيبقى عشان الكره الثانيه هنلعب فين في الملعب، الحاجات اللي هي العاديه بتاعت التكتيكس بتاع المباراه ان شاء الله. كابتن احمد ناجي، بشكرك جدا، وان شاء الله بالتوفيق لكم المباراه القادمه ان شاء الله. ربنا يخليك، ربنا يوفقك ان شاء الله. شكرا جزيلا. يعني زميلي يحيى، ده كان لقاء مع كابتن احمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخبنا الوطني، واكيد اطمأنينا على منتخبنا الوطني وعلى حراس المرمى اللي يمكن تألقوا في مران الامس. وخلينا نقول لك يحيى ان يمكن بالمران الامس كان متواجد دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، وايضا المهندس هاني ابو ريده رئيس اتحاد الكره المصري، كانوا في مؤازره لمنتخبنا الوطني، وكان في اجتماع من قبل الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه مع اللاعبين بعد المباراه، وكان بيبارك لهم على التاهل لدور ال16، وكان بيحثهم على أهمية بذل كل جهد في المباريات القادمة للفوز بالبطولة بإذن الله. زميلي يحيى، ده كان لقائنا مع كابتن أحمد ناجي، الآن العودة ليك في الاستديو، تفضل.